مرطب نستعمله كل ليله قبل النوم، وان شاء الله غادي تحصلوا على لون طبيعي وحمره طبيعيه. المكونات اللي غنستعملوا كلها طبيعيه كيف العاده، دائما محتوى القناه كيقدم كل ما هو طبيعي، الاشياء اللي ما غاديش تضر بالجلد ديالنا او بالبشره ديالنا. ما نطولش عليكم، غادي نشارككم المكونات اللي غنحتاجو. بطبيعه الحال غنحتاجو للباربا اللي هي نوع من الخضروات اللي كتعطينا واحد اللون طبيعي حمره طبيعيه، وفي نفس الوقت مغذيه غنيه بالالياف غنيه بالمعادن والفيتامينات اللي كتحتاجها البشره او الجلد ديالنا. المكون الثاني غنحتاجو الفازلين اللي هو مرطب 100% للبشره او للجلد، وفي نفس الوقت غادي يساعدنا باش نزولوا هذيك الخلايا الميته او القشور اللي كتكون في الشفاه ديالنا. اذا هادو هما المكونات فقط. ولكن قبل ما نستعملوا هاد المرطب او نعتمدوه يعني كل ليله، طبيعه الحال لابد ما نستعملوش مقشر باش نقشروا الشفاه ديالنا. خليكم معايا لاخر الفيديو. اذا بالنسبه للمقشر اللي نقدروا نستعملوه للشفاه ديالنا، غناخذوا مسحوق السكر، غادي ناخذوا العصير ديال الليمون او الحامض، وغناخذوا اي زيت يعني طبيعي كيساعدنا على الترطيب، يعني زيت اللوز الحلو، زيت الكوك، زيت اي زيت طبيعي. انا غنستعمل زيت جوجوبا طبيعه الحال اللي متوفر عندكم، فقط يعني للترطيب هذا هو الغرض منه. اذا غادي ناخذ معلقه كبيره من مسحوق السكر، وغادي نزيد عليها الحامض او الليمون، العصير ديال الحامض ولا الليمون. اذا معلقه من المسحوق ديال السكر، وغادي ناخذ قطرات من عصير الليمون او الحامض. وقطرات من زيت جوجوبا او اي زيت عندك فقط للترطيب. وهذا هو المقشر ديالنا اللي غادي نقشرو به يعني اول حاجة الشفاه ديالنا. عاد نستعملو هذاك الكريم الطبيعي كل ليلة للشفاه ديالنا. اذا كنستعملوه وكنبقاو بحركات دائريه خفيفه حتى كنزولوا هذيك القشور اللي كتكون في الشفاه ديالنا والخلايا الميته، ومن بعد كتكون الشفاه ديالنا جاهزه باش نستعملوا لها هذا المرطب الطبيعي. اذا غادي ناخذوا الباربا ديالنا اللي تكون هي مسلوقه من قبل، وغادي نحكوها باش ناخذوا منها هذاك السائل او الماء ديالها، هو اللي غادي نحتاجوه باش نحضروا هذا المرطب الطبيعي. كنسلقوها يعني واحد المده ديال 10 ديال الدقائق اولا 15 دقيقه حتى كتنضج، ومن بعد غادي نحكوها في حكاكه رقيقه وناخذوا المستخلص او العصير ديال الباربا. اذا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما حكيتو صفيت العصير او الماء ديال الباربا، غناخذوا فقط كميه قليله، وغادي نجهزوا كل يومين او ثلاث ايام نجهزوا يعني الكميه اللي غنحتاجوها طبيعة الحال فقط للشفاه ديالنا. ومن بعد غادي نضيف عليه الفازلين باش ان شاء الله نعقدوا هاد الكريمه. ومن بعد غادي نبداو نخلطوا في هاد الماسك ديالنا. بالنسبه للماسك لابد ما نخدموه يعني مزيان باش ما تبقاش فيه يعني الفازلين، باش كينسجم مع العصير ديال الباربا، وباش نحصلوا على كريمه طبيعيه ناعمه. بالنسبه لهاد الكريمه نقدروا نستعملوها يعني لعده الاستعمالات، غنستافدوا منها بزاف الا استعملنا كميه كبيره. نقدروا نستعملوها للقدمين ديالنا، كتعطينا واحد الترطيب رائع، وفي نفس الوقت كتعطينا لون وردي طبيعي في القدمين ديالنا. كنتمنى البنات انكم يعني تجربوا هاد الوصفه اللي هي طبيعيه كيف ما كتشوفوا. الفازلين والماء ديال الباربا او العصير ديال الباربا كلها فوائد غنيه بالالياف وغنيه بالمواد اللي كتساعد الجلد او البشره ديالنا باش ترطب، وباش كذلك تكسبها واحد اللون طبيعي او حمره طبيعيه. نقدروا كيف ما قلت لكم نستعملوها للركب ديالنا للقدمين ديالنا، وحتى كذلك
للخدود، علاش لا؟ لان المكونات بجوج بها طبيعيه. اذا هادو هما المكونات فقط اللي غادي نستعملو في هاد الكريمه الطبيعيه. ها انتم كتشوفوا القوام ديالها، قوام كريمي يعني ماشي عاقد بزاف وماشي سائل. كنستعملوها في شي اناء ونحتفظوا بها في مكان بارد بطبيعه الحال باش تبقى عاقده. وبطبيعه الحال من بعد ما غنقشروا الشفاه ديالنا غنستعملوه كل ليله على الشفاه ديالنا حتى الصباح، وننظفوا الشفاه ديالنا وغادي تكون يعني ورديه بشكل طبيعي بلا مواد كيماويه بلا مواد حافظه. يكفي اننا نخدموها مزيان ونحتفظوا بها في المكان بارد، ونبقاو نستعملوها 3 و4 ايام كتبقى صالحه معنا. ومن بعد كنحضروا كميه اخرى، المواد اللي فيها غير مكلفه وسهله ومتوفره يعني في جميع المطابخ المغربيه. كل ما خدمتوها مزيان يعني واحد 15 دقيقه غادي تعطيكم كريمه طبيعيه، يعني لا بد ما تخدموها. هذا هو السر باش كتطلع هاد الكريمه وكتجينا القوام ديالها يعني بحال اي احمر شفاه طبيعي. الا بغيتوا تستعملوها وتخليوها في هذاك القالب ديال احمر شفاه وتخليوها في المجمد، راه غادي تعطيكم يعني احمر شفاه يعني بنفس القوام ديالو، يعني بنفس اللون نفس الشكل. كنتمنى انكم تجربوه لانه كيستحق التجربه وغادي يعطيكم لون طبيعي رائع في الشفاه ديالكم. اذا هذا هو اللون نستعملوه على البشره ديالنا، وغادي تشوفوا اللون الطبيعي اللي غادي يخلي لكم على البشره ديالكم. انا غادي نحاول ننظفو باش تشوفوا كيبقى واحد اللون طبيعي خفيف على البشره ديالنا، وهذا هو المراد من هاد الكريمه، تعطينا واحد اللون طبيعي وردي وخفيف في نفس الوقت. بصراحة الوصفة طبيعية ورائعة، تحضروا منها كمية اللي بغيتوا استعملوها في المجمد، وكتبقاو تستعملوها يعني كل ليلة على البشرة ديال الشفاه ديالكم او الخدود، يعني اي مكان تقدروا تخليوها فيها باش تحصلوا على لون طبيعي وردي وفي نفس الوقت ترطيب للجلد. كنتمنى انكم تجربوا هاد الكريمة الطبيعية، وكنتمنى كذلك انكم تستفدوا منها وتشاركوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائدة. وشكرا لكم، والى اللقاء مع فيديو قادم ووصفة طبيعية مجربة ان شاء الله.